حضرتك مقاتلة اليوم. أنا قاعدة في مجموعة من مجموعات النمذجة. أهلا وسهلا فيك. اليوم أنت كسيدة، وطبعا نحن معروف أنه دائما حمل السلاح كان للشباب للرجال لأنه بده قوة بدنية بده كذا. اليوم أنت شو بتوجه هاي الرسالة؟ وقت اللي قررت تحملي هاي البندقية شو كان في بالك؟ كان في بالي الدفاع عن الوطن، عن هالبلاء. وبتمنى من كل أي ست قادرة تحمل السلاح وتدافع عن عرضها وعن أرضها قدموا الدافع، لأنه شو بخصنا، لأنه بلدنا هذا.